حافلة مساعدة إنسانية موجهة إلى الشعب الليبي تصل إلى المركز الحدودي تينالكوم لتوزيعها على قاطني المناطق الحدودية. المساعدات نقلت من خلال جسر جوي بين القاعدة الجوية لبوفاريك ومطار جانت عبر 3 طائرة عسكرية. القافلة الإنسانية هذه يعني متوجهة إلى أشقائنا الليبيين، وهذا كعرض محبة بين الشعب الجزائري والشعب الليبي. يعني وفي هذا الإطار نشكر المؤسسة العسكرية التي رافقت دائما الهلال الأحمر الجزائري في أعمالها التضامنية. المساعدات الإنسانية مكونة من أزيد من 100 طن من المواد الغذائية والأفرشة والأدوية. كان في استقبالها الهلال الأحمر الليبي وأعيان قبائل الطوارق بليبيا الذين ثمنوا المبادرة. هذه يمكن سادس شحنة من القوافل الإنسانية التي تصل من مدينة غاد. نتمنى أن هذه المساعدات تستمر مرارا وتكرارا لكي نساعد إخوتنا في هذه المناطق اللي تضررت نتيجة الصراعات السياسية داخل ليبيا. من 2017 هم يقوموا بعملية إرسال المساعدات بجميع أنواعها إلى المنطقة الحدودية وخاصة منطقة غات وباري. إحنا بدنا اللي شايفين أن تستمر الجزائر في دعم ليبيا، وموقفها رائع جدا. يعني حتى الكلام اللي قال السيد الرئيس يعني كلام ما هوش عادي، في وطلبوا على اساس ان تكون الجزائر تلعب دور كبير في عمليه الاسماك. احنا فرحنا بهالكلام هذا، ان تلعب دور كبير في حل مشكله الازمه الليبيه. مساعدات ما هي إلا عربونا عن التزام الدولة الجزائرية وتضامنها مع الشعب الليبي في ظرف عصيب يعيشه، لعلها تخفف ولو قليلا وطأة الأزمة على هذا الشعب الشقيق.